إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سرطان الجهاز البولي بشكل عام جدا جدا جدا. الانذارات يعني سرطان المثانة أو يعني بشكل عام سرطان المثانة البولية تتشابه مع أعراض يعني الحصوات، حيث يعني يشعر المريض بآلام شديدة أثناء التبول مع نزول بعض قطرات من الدم صورة متقطعة، وتزيد تلك الأعراض مع مرور الزمن. هذه أهم الأعراض الموجودة في سرطان المثانة، من الضروري استشارة الطبيب مباشرة عند يعني حصول هذه الأعراض بشكل عام، مما يعني أيضا ممكن الشخص يصاحب حرارة بسيطة جدا في بداية المرض، وتشبه الأعراض أعراض السخونة. وأيضا من الواجب فحص هذه المنطقة عن طريق الأشعة ومعرفة المنطقة بالتحديد، وفحص المنطقة عن طريق الإبرة أو عن طريق أخذ قطعة عن طريق الجراحة مثلا، فحصها مخبريا. وأيضا يجب يتم تحليل البول الخارج ومعرفة كمية البول الذي يخرج في عادة يوميا. أيضا في علاقة بين تراكم البول والسموم الموجودة في الجسم، لأن السرطان ممكن يمنع الجهاز المثانة ويراكم بعض البول الموجود داخل المثانة، مما يعني يصعب خروج البول بشكل كامل، مما يعني يزيد احتمالية إصابة الشخص بالتسمم الدموي. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعودية الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم بدرس قادم.